هيك قعدنا من غير شاهي يا ليلى. شاهي وين العائله الاولى متاعي؟ والله يتحشم الواحد يقعمز بها ويسهر في رمضان. والله والله انا موصيه راهو صاحبتي نجيه عرفتها موصيتها على العائله، لكن شكلها ما حصلت ليش وحده رخيصه. وين الدنيا؟ حتى عائله الشاهي يا كبدي عاداتنا وتقاليدنا مركبين فيها النار. وين يا بابا؟ وين هذا؟ وين؟ تو المشاهدين اللي يتفرجوا علينا مش يقولوا وين عائلة الشاي؟ خير ما يدروش في الشاي واللمة والشاي واللوز والواحد. والله هو كلامها بحق، تب الحق هو كلام هذا صح. ايه. لكن إن شاء الله تو جينا احنا العائلة ويشبحوها في الشاي واللوز واللمة الباهية. تسمع فيها يا سيادة المخرج ولا لا؟ تسمع فيها ولا يا سيادة المخرج؟ العائلة 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 متاع الشاي متاعنا. دبر راسك. خلاص تو إن شاء الله نجي يجيبها لي في أقرب وقت. باهي مالا. ما تخليش ندير لك طاسة خفيفة وخلاص. اقترحي مالا أي حاجة ثانية ديرها. ما دامنا قاعدين في الحضر هذا ومقعدين. اسمع والله نشت بالله التلفزيون عينا من حاجات مكرره وان شاء الله يفرج الله علينا وخلاص. التلفزيون هذا ما فيه شيء. اسمع سكنا منه. تو نسكروها وهو مفتوح لكن احنا مسكرينه. اسمع احسن حاجه البث المباشر، التواصل الاجتماعي، علاقتنا بالناس فيها الروح. انا نحبها صراحه نشت بالله. خلاص صديق هذا اللي قنيه امي الله يرحمها تقول يا بنيتي تنهار انتم بهالصناديق اللي تعلمتوهم. شو رايك نفتحوا؟ فكره طيبه كويس. هاي هاي اسمع اتصلي بالناس هذا بيروك وتواصلي مع الناس. هاتي يا سيدي وهذه ورقاتك انت حشيشتك وانت تمشي بهالورق. هيا ستي هي هيا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا خلينا نبدا قبل. هيا سيدي اصبر شويه. هيا هيا سيدي اللمة والكورونا ورمضان. والله اصدق اضحك. اللمة والكورونا ورمضان وان شاء الله ديما طيبين والبث المباشر. هيا رحبي ملا بالناس فيسا فيسا. هيا ما اه بشوي اه ها 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 بدت اللايكات. يا سلام. هاي تاخير يا عويله. هاي شوفها معي ترى انت ابدا انت لو شفتها هاني هاو معك 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 انا حييت الناس معك. هي ابدا انت هل من متصل؟ هل من متصل؟ ايوه الحاج مناني. اهي الحاج مناني يا سيدي نسيت. قالت يا سيدي بنسيت. ها قالت كنتي شاده علي الصغار من يوم ما جت الكورونا وما بتش تجيبهم لي وانا استحشتهم وهي شاده علي الصغار. تيها عليك تيها عليك يا حاج مناني توا معقوله؟ لا لا المره هذه راه بصراحه الحق كنتك راهو عندها الحق كيف تجيب لك الصغار؟ احنا قبل ديما راهو مع العزوز ديما مع العزوز لكن المره هذه بنجو مع الكنه لانها عندها الحق. لا قدر الله صارت هكي ولا هكي ولا خدو عدوى ولا خدو كذا باش بترجعيها بعدين يا عمتهم. والله صدقت يا طيب عندك الحق. اسمعوا ردوا بالكم نصيحه راهو ردوا بالكم الكورونا راهي واعره مش تحسبوها سهله. ردوا بالكم صغاركم هادم راهو جيل المستقبل. أيوة. ونبوا نشوفوهم ما شاء الله عليهم دكاتره ومحاميين. اي والله متصله ثانيه. مني؟ ليلى. ليلى 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 ليلى. ايوه تقول عمتي جت لي الحوش جت لي المول اللي بحدانا جت لي المول اللي بحدانا وخطمت علينا تحشمنا منها ضبطتنا واحده واحده يا لطيف وعصت حدانا عطستين يا لطيف وعصت عطستين ومشت يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ساتر صار قلت لي عطشت عطشت ايه ليه عليك يا خالتي الحاجه ليه عليك يا خالتي الحاجه مناني احنا نقولوا ما شاء الله عليك امراه حقانيه ليبيه مش تعرفي كيف هكي توا كيف بترجعيها يا عمتهم كيف بترجعيها؟ شوفي يا اخت ليلى توا المفروض منك انت انك تاخذي الصغار وتمشي انت وياهم لمركز التحاليل هدايا وتديري كشف باش تطمني على روحك وتطمني على الصغار وعلى احوالهم. ايه هاي طيب ولا السيد الدكالي يقول انا عندي دكان ونسكن بحدا الجامع. هذا شارع مش بعيد جارنا ويقول انا كل ما نسمع الاذان نمشي للجامع بنصلي ولما نسمع صلوا في رحالكم دمعتي تنزل. يا سيدي دمعتك تنزل باهي صلي في مكانك وشنو فيها؟ حتى الحكومة ديما تحضر في الناس وتقول راهي هذه مسؤولية كبيرة ردوا مالكم اقعدوا في حياشكم. توا نزلت دمعة لما سمع صلوا في رحالكم
وما نزلش دمعته لما هو يبيع في صندوق الزيت بمئات جنيه، ما فكرش في الرجل الغلبان والموظف الغلبان الكحيان اللي ما يتلقاش هو وراتبه الا بعد 4 شهور. ازاي يا الزاهية؟ والله من حسابك الا انت. شوف الزاهية. ايوه ترى خلني تحسبني انا بالحق بالحق ولا تحسبك انت عادي يعني انا طب نطلع لك من غادي على غالب خلي نشوف هذا زاهية كيف حالك؟ انا اسمي انا وياك سوسو ان شاء الله ان شاء الله ربي زاهينا الايام والله. طيب قول امين. امين ربي يزاهيكم الايام ويزاهينا الايام كنا جميعا. خلينا نشوف زاهية شنو تقول. هاي زاهية تقول إيه؟ ان المدير متاعها ما شاء الله عليه مشي يحلنا للتعليم وجاب لهم الراتب متاعهم كلهم اللي عندهم في المدرسة. يا تحية تحية المدير المدرسة وهذا الشخص الإيجابي هذا هو الناس الوطنيين. أيوة يا عيني عليك بارك الله فيك. صحيت استني شوي. طيب شنو؟ كعنية بنبكي الشحن رتع شحن تم سكر. هاي سكر ايه صار كان موسع الخاطر. هاي نق انت ها نسيت انت اللي مش شحناتها. وش انت بدي لك انا؟ قديش بندير حاجه انا؟ هاي فيها خيره. ها فيها خيره؟ ترى جاوبي على المثل هذايا فيها خيره. المثل يعني هيك يقول هيك يقول يقول فيها خيره تتي تتا تتي تتيتا فيها خيره فيها خيره. باهي يا طيب هتسمعني ونقول لك فيها خيره. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركه مرسين المساهمه وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.